أنا قاعد أسمع شيء بس يلا أوكي. شباب اللي أخذ رقم راح يستمر معي في المسابقة اليوم. ممتاز. اللي أخذ رقم الآن راح يستمر معي في المسابقة. اللي ما حصل رقم ولا أخذ رقم يتوجه للشاشات جوا يتابع المسابقة عن بعد. لو عنده قرار ممكن يقعد أساعد، بس المشكلة مو عنده حتى القرار، قرار من فوق. إيش؟ أحمد عبد الرحيم. قرار إداري. ما أعطيك الاسم، قرار إدارة. تركي أنا ما أعطيك الاسم. تركي أنا ما أعطيك الاسم نهائيا. أنا ودي أخدمك يا تركي. دقيقة. صوت تركي أنا أرسلت أشوف. لا أشوف من باب حلو. من باب أنا جيتكم قبل شوي صح؟ إيه جيت هناك. شغلت سبيكرات وتسمعون جوا. لا قبل شوي جيتنا هنا قلت الساعة 9:30 ما راح نبدأ الحين. صح ولا لا؟ لا أنا قلت ما أدري متى راح نبدأ. إيه الساعة 9:30. قلت أنا ما راح بالعادة متى نبدأ. بس مو إيش سالفة السالفة أنا جاكم أحمد عبد الرحيم. أحمد عبد الرحيم بنفسه. أحمد عبد الرحيم جاء عند الباب هنا ما طلع فوق. أحمد عبد الرحيم يقوم نفسه إني صوت للشباب. طيب أوكي تفضل. أول شيء طالعين اليوم من المستشفى. تراني والله ما أسمع. تفضل. طالعين المستشفى تعبانين أنا وطاهر. عندنا مطبخ. ولا حد جاء. اسمع. ما جاكم نهائي. ما جاء. لو جاء قلت لك جاء ما فيها ما هي مشكلة. فطالعين تعبانين اليوم ومواصلين. أنتم مين؟ فترة المطبخ ومع الصدمة ما طلعنا إلا المغرب. من كنت في المستشفى؟ أنتم مين؟ أنا وطاهر. انتو طاهر. طيب ايمن طاهر حنا اذا انا مع مخلط انا كنت في دارة المياه وجيت نواف طيب علي مع الشباب علي اوكي مع الشباب يا علي 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 اجلس صصط اجلس تركي اجلس بداح اجلس علي تفضل يسار متى اخذت الرقم هو راح يشرب سواليف عطني رقمك عطني رقمك يا علي لا إيه؟ يقول راح يشرب من القهوه دي السوداء مني ماخذ الرقم ذا جاي بالعافيه علي مني ماخذ الرقم ذا لا ما انت ماخذ الرقم ذا مني ماخذ الرقم ذا علي اللي يسار راح يسار مع الشباب حالي طب روح يسار خلني اتصرف روح يسار روح يسار هنا اوكي بس مظلوم اوكي مظلوم روح يسار من معطي علي الرقم ما حد اعطاني انا قبل شيء جيت خذيه ترى كلكم معكم ارقام صدصت معك رقمك هاي ها تركي هذا رقمي كلكم ارقامكم معكم ما نلف ونقول ايه بس رقم علي كيف جاء هو كان موجود علي قبل شيء كنت موجود متى جيت قبل شوي حتى طا ايش صادق انت ولا اكذب ليه وش اللي يحدني اكذب خلاص اوكي نشوف اذا كنت موجود ما عندي مشكله بس اذا ما كنت موجود ايش اسوي سوي ما بدارك سوي ما بدارك طيب اوكي شباب تاكدوا لي من علي شواق حقي برا شواق طيب شباب اللي مع الباقيين اللي على اليسار اتمنى انكم تعذروني هذه المره وتوجهون الى الشاشات الداخليه عندكم تتابعون مسابقه عن بعد الباقيين يجلسون يكملون المسابقه معي ايش دعوه لي انوا طيب شباب من 1 إلى 5 من عندك من هنا المجموعة الأولى المجموعة الثانية من 6 إلى 10 من 11 إلى 15 من 16 إلى 19 سام اللهم صل وسلم عليه دقيقة خلنا نتكلم ما هو خلاص دقيقة خلنا نتكلم أول شيء الفقرة سويرح متى بدت 10 صح صحيح تقدمت الفقرة صح تقدم. أحد أعطانا خبر العلم اللي عندي أحمد عبد الرحيم يقول أعطيتكم علم اسأل أحمد عبد الرحيم يقول جيت المخ اللي أعطيته خبر اسأل أقول أعطيت خبر ما عندنا خبر حلو ترى ما عندنا علم ولا عندنا خبر شباب احمد عبد الرحيم راح جابكم قل جام قل قابلت مخلد ما حد جانا يا ولد ما حد قل جانا طيب احمد عبد الرحيم ولا قرا صحيح احمد عبد الرحيم ما جاء هذا قهوه طب احمد عبد الرحيم ترى جاكم ما جاء والله ما جاء ولا حسب دقيقه قل له جيت عند مخلد جيت عند عبد العزيز جيت عند نواف ما جانا والله انا بحلف بالله انا مقوم الرجال ذولي احنا ليه جانا ولا بداح ولا العيال كلهم دخلنا عليهم قلنا لك جاء احمد عبد الرحيم ما جانا اول اليوم الساعه 5 عشان ما انت بتسهلها وطيب منك تبي تصعبها بتصعب لا انت لكن انت طيب منك احنا جيناك مسلوب مو عندي موضوع وصل اداره والله جيناك مو عندي احنا جيناك الموضوع مو بيد لا لا الموضوع هاي فقره كنواف خلاص قول لي اداره توصي احد منبوب يا انا بديت الفقره صراحه اكلم معلش بديت الفقره انا بادي الفقره وانا كنت موجود هنا وقاعد اتكلم لي تقريبا 3 دقائق ولا احد جاني جاني جبه من برا من عند الاداره
اوكي وقبلها باربع قبل ما تبدا الفقره بدقيقتين وثلاث دقائق طيب. كان احمد عبد الرحيم عندكم قاعد نواف نواف احمد عبد الرحيم ما جاء نواف نواف وصلهم الاداره خلهم يجون ما جاء احمد عبد الرحيم ولا جاء رجال انا حتى تتفاهم مع الاداره اوكي اخذ دقيقه معهم لا تبدا لان جاي لا لا ببدا الحين لا لا بتكلم انا ببدا كلمه اخيره بديت ما بديت خلنا نتكلم اعجلوا اعجلوا شباب نواف تعطيني فرصه اتكلم اللي قدامك رجال مهم بزلان احمد عبد الرحيم جانا علمنا ما انا اتكلم يا نواف محمد بزلان يعني الناس يكتب عليك احمد عبد الرحيم ما جانا وهو جاينا حلو ما جاء حلو حلو علي تفضل برا لانك انت كذبت كذبتين المره الاولى انك جايت اخذت الرقم وكنت موجود وانت ما انت معي وش الكذبه الثانيه الشباب رجعوا الكاميرات وانت ما كنت موجود طيب وش الكذبه الثانيه شباب ارجوكم بسرعه خلينا نستغل الوقت وروحوا تابعوا على الشاشه ثلاث دقائق من ثلاث ساعات مخرج لا تخاطبني انا مخرج لا تخاطب نهائي انا عندي فقره اجي اقدمها تكلم انا كل الفقره بفقره من فقره نواف اوكي فقرتي انا على العين والراس انت اللي عندك البرنامج له قوانين البرنامج له قوانين كانت كمتسابق المفروض تعرف القوانين البرنامج الباقي علي مو انا اللي اعلمك الاداره قاعد فقرتك الساعه 10 تبدا فاهم علي اليوم بادي من 9:30 احنا ما عندنا خبر كيف نعرف الاداره خلينا نبدا خلينا نبدا احنا وين احمد ابراهيم احمد ابراهيم وينه مشان تفاهموا مع انت روح تفاهموا مع الاداره روح تابعوها عن طريق الاداره الحين الدين الباب مقفل معليش لا موجودين الاداره يلا علي تفضل تأليف يلا صدق معلش اعتذر منك يا مخلص يا ولد الله الفقرة الحين بسم الله العظيم والله العظيمة صدق وسلم لي عليك انت خصوصا حلو. على الشباب كلهم ابشر وقل لهم اذا بتغيرون خبروا الشباب قبلها بيوم خلاص ما قبلها بعشر دقائق الفقرة 9:30 ابشر بلاحظتك راح ارفعها الادارة انا في العشاء طيب يا جنتل من 1 إلى 5 عندك من 6 إلى 10 عندك يا بداح من 11 إلى 15 والمجموعة الأخيرة من 16 إلى 19 أنا 17 تعال معي تعال معي أسرع شيء في مجموعة فاضية السلام أوكي أوكي المجموعة الفاضية خلوها